بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المرأة مسؤولية وتصدي. نرحب بضيفتنا الدائمة الدكتورة ليندا طبوش. أهلا وسهلا بك دكتورة. أهلا بكم. ما رأيكم دكتورة أن نتحدث اليوم عن نموذج للنساء التاريخيات في العصر الإسلامي؟ السيدة حكيمة خاتون. حسنا، رائع، عنوان جميل جدا، وسيدة عظيمة لابد أن نسلط الضوء إن شاء الله عليها في هذه الحلقة المباركة. السيدة خاتون عليها السلام هي بنت الإمام محمد الجواد وأخت الإمام علي الهادي، فهي الراوية الوحيدة لولادة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهي شخصية أسطورية قيادية مهمة وأساسية في العصر الإسلامي وفي عصرها طبعا. نرحب مرة ثانية بك دكتورة. أهلا بك عزيزتي. قليل جدا دكتورة ما نسمع أو يقام مقابلات عن السيدة حكيمة عليها السلام، لماذا لم تأخذ حقها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ربي صلي على حضرة النبي الأكرم وآله آل الله. كل الترحيب مجددا بك عزيزتي مريم، بأخواتنا الحبيبات الكريمات، المشاهدات العزيزات. مما لا شك فيه أن التاريخ قد غيب الكثير من محطات آل البيت عليهم السلام، لا سيما الأدوار التي قامت بها السيدات العترة المباركة، وعلى رأس هؤلاء النسوة حضرة السيدة حكيمة سلام الله عليها، كما ذكرتي سيدة العصمة، تلك السيدة العظيمة التي حفظت إرث الإمام الهادي سلام الله عليه، حفظت أسرار الولاية والنبوة، وكانت هي الراوية كما عبرتي عزيزتي، الراوية الوحيدة التي روت وقصت رواية وحديث الإمام الهادي سلام الله عليه والإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، بالإضافة إلى ما خبأته من قضايا مهمة جدا حول موضوع حضرة المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. لكن أحسنتم بطرحكم للإشكالية، لماذا غيب التاريخ هكذا شخصيات ولماذا غيب هكذا روايات؟ قد لا يسعفنا نسمع أحد نعم. يتحدث عن سيرتها. نعم صحيح، إن شاء الله نحن في قناتنا من هذه الناحية. بلي، نحن إن شاء الله في قناتنا، قناة الإمام الحسين سلام الله عليه، كما آلينا على أنفسنا دائما أن نذهب إلى أعماق التاريخ، نستخرج اللآلئ والدرر من هذا التاريخ ونضيء ونسلط الضوء على هذه السيدة العظيمة. نعم. فبالعودة إلى حياة تلك السيدة العظيمة، وكما عبرتي أنها المظلومة، إن شاء الله معك ومع مشاهداتنا العزيزات وقناة الإمام الحسين لن تكون السيدة حكيمة مظلومة. حبا وكرامة للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، سنتحدث عن تلك المرأة العظيمة. نعم، السيدة حكيمة غيبت لأن التاريخ غيب السيدات العظيمات، كما فعل بعمتها السيدة المعصومة سلام الله عليها. حضرة السيدة المعصومة أيضا غيبها بنو العباس، سيدة معصومة سلام الله عليها، الخلفاء الذين أتوا في عصرها، وكما الخلفاء الذين عاصرتهم السيدة حكيمة غيبوا إرث الأئمة، ظلمت من محيطها، ظلمت ممن يدعون محبة الإمام الهادي سلام الله عليه أو الإمام العسكري عليه السلام، لكي يبعدوا الضوء عن نفس الإمام ونفس الولاية، يعني الإمام العسكري أو الإمام الهادي عليه السلام. وإذا بتلاحظي أنه الإمام الهادي سلام الله عليه كان قد هون رح استخدم العاطفة الأبوية، الاحتواء الأبوي للسيدة حكيمة عليها السلام، وشديد التعلق بها أحسنتم،
قد يكون هذا جزء من تغييب السيدة حكيمة عن الساحة الاجتماعية، ولكنها لم تغب عن الساحة الولائية والساحة العائلية. كون السيدة حكيمة سلام الله عليها كانت هي المربية لأبناء الإمام سلام الله عليه، يقال أنها أفنت حياتها لأبناء ولم تتزوج 100%. هذه رواية من الروايات، طبعا لم يسعفنا التاريخ هنا لأن نقول أنه إذا تزوجت أو لم تتزوج السيدة حكيمة سلام الله عليها، لكن الأكثر بالروايات وبتتبعنا خلال بحثنا أن السيدة حكيمة لم تتزوج لأنها سخرت نفسها لخدمة أبناء الأئمة الأطهار سلام الله عليهم. والجدير ذكره أنه سلام الله عليها كانت حضورها مع حضور الأئمة عليهم السلام، سواء كان الإمام الهادي، أحسنتي، الداعم الأول للإمام الهادي، كانت أيضا مع الإمام الحسن العسكري، بالإضافة إلى لعبت دور كبير بولادة الإمام الحجة سلام الله عليه مع السيدة نرجس سلام الله عليها، والتي إن شاء الله سنخصص للسيدة نرجس سر الولاية حلقة خاصة حبا وكرامة للإمام المهدي. فإذا ما لاحظنا أنها عاصرت أربعة من الأئمة الأطهار، الإمام الجواد، الإمام الهادي، الحسن العسكري، والإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. بهذه الأدوار يعني عاصرت، كانت إذا بدي عبر عنها، وطبعا أستسمح عذرا مولاي صاحب العصر والزمان، أنه كانت مخزن أسرار الأئمة عليهم السلام. إلى جانب كل إمام كانت داعمة. أحسنتي، كانت السر المستودع، عذرا من مولاتي فاطمة سأستعير هذا اللقب، كانت السر المستودع للولاية كان موجود مع هول الأئمة الأربعة، كان عند السيدة حكيمة. شوفي، أسرار الإمام الجواد كانت عند السيدة حكيمة سلام الله عليها، من حيث العناية بأبناء، من حيث العناية فيه، من حيث نشر الأحسن، لعبت دور مهم جدا بتبيان الولاية، بتبيان مظلومية الأئمة عليهم السلام، لعبت دور أساسي، وكأنها كانت كدور عمتها زينب بدور التبليغ والإعلام. صحيح. وضحت شؤون الولاية، تاني نقطة، وضحت شؤون النساء كانت مهمة جدا، وهون نحن يعني برنامجنا عم بيكون المرأة مسؤولية وتصدي، لنشوف من خلال أدوار أئمتنا عليهم السلام ونساء أئمتنا عليهم السلام والنساء المخلدات في التاريخ كيف يمكن للمرأة أن تتصدى بهم. نعم، نقتدي وأن تتصدى لكل ما يدور حولها وإن كانت ضمن بيتها. من قال أنه لابد أن دائما تكون المرأة في الميدان للتصدي؟ لا، جزء منه ببيتها، تربي أبنائها ضمن أسرتها، ضمن عائلتها، ضمن المحيط الضيق، خليني أعبر، أو الاحتواء الأسري، هي بتقدر تصنع رجال وتبني إنسان. فإذا تصنع المجتمعات. فإذا السيدة حكيمة سلام الله عليها كانت تلعب الدور الأبرز بتبيان حقائق آل البيت عليهم السلام، بتبيان مظلومية آل البيت عليهم السلام، تبيان أيضا ما تعرض له الأئمة الأربعة من ظلم بنو العباس والخلفاء الذين أتوا بحكم العباسيين، ثم حضور الإمام الحجة سلام الله عليه كان لها الدور الأبرز بمساعدة السيدة نرجس على تربية الإمام واحتواء السيدة نرجس وتعليم السيدة نرجس سلام الله عليها، إضافة إلى كانت المعلمة المربية لحضرة السيدة نرجس عليها السلام، كما كانت المعلمة والمربية الخاصة لزوجات أخوتها وأبناء أخوتها. وإذا بتلاحظي السيدة حكيمة سلام الله عليها أصلا اسمها حكيمة، حكيمة بالإضافة للألقاب والشرف العظيم التي أخذته من خلال تقاطعها مع الطاهرة النقية العفيفة العابدة، كل هذه الأمور هي عالمة غير معلمة. أحسنتك، السيدة زينب سلام الله عليها
ما هي ابنة من؟ يعني ابنة تلك السلالة وأخت إمام وعمة أئمة وأولاد أئمة. فإذا توارثوا العلم جيلا بعد جيل، كما نعبر عن الإمام الباقر زق العلم زقة، أيضا بناتهم وأبنائهم يزقون العلم زقة ويتعلمون حتما هذا الأمر. فإذا السيدة حكيمة غيبها التاريخ لكي يغيب تاريخ آل البيت عليهم السلام، لأنهم هون النقطة الجوهر الكلام إذا بدنا نعبر، النقطة المهمة يجب أن نلتفت إليها، أن التاريخ غيب النساء لأن التاريخ يعلم ما للمرأة من دور في صناعة الرجال وصناعة الحضارة وبناء الإنسان. فلأجل ذلك إذا كنت تريدين أن تصنعي حضارة وأن تبني مجتمعا، انظري إلى نسائه، انظري إلى السيدة الزهراء سلام الله عليها. من الذي كون فاطمة؟ من الذي صنع فاطمة؟ السيدة خديجة. من هي خديجة؟ خديجة سيدة قريش الأولى، المرأة الفاضلة العالمة العفيفة الطاهرة النقية، خرجت لنا نموذج الزهراء. انظري إلى الزهراء عليه السلام، من خرجت؟ خرجت زينب سلام الله عليها. زينب سلام الله عليها خرجت أبنائها الذين استشهدوا مع الإمام الحسين، خرجت أبناء لأمي سلام الله عليهم، كانت المربية الأولى والمبلغة الأولى لربة أبناء الشهداء بعد كربلاء. كذلك بكل عصر موجود عندي امرأة. لأجل ذلك لما نعبر القرآن الكريم أن المرأة زهرة الحياة الدنيا أيضا، فإذا أنت زهرة الحياة الدنيا، لما تكون أنت الزهرة كهذه الأشجار اللي حولنا، هذه الزهرة تنبت، هذه الزهرة كلما اعتنينا بهذه الزهرة كلما أثمرت وأثمرت نباتا حسنا وثمارا حسنا. تأكيدا على ما قلتي، في الحروب في الجزائر، في عندما جاء أحد القادة الفرنسيين في الحرب الفرنسية الجزائرية، أول سؤال سأل من هم النساء؟ أحسنتي، شارل دي غول. شارل دي غول سأل من النساء التي خرجت هذا الجيل بالثورة الفرنسية، نابليون بونابرت. أيضا أنه مين هيدول العرب؟ حتى بفتح الأندلس لما كانوا يتبجحوا ويقولوا على فتح الأندلس مباشرة شو يتكلموا؟ شوفوا النساء حتى بكل الحضارات، بكل الأماكن التي نجد مجتمع، بناء مجتمع، بناء كيان إنساني، أنت ابحثي عن المرأة. الآن المرأة مسؤولية وتصدي، لأن المرأة لها مسؤوليات عليها أن تتصدى، لأن المرأة هي الركن الأساس في بناء الأسرة وبناء المجتمع وبناء الحضارة، عليها أن تتعلم وتثقف نفسها وتتصدى كما تصدت السيدة حكيمة سلام الله عليها لكل ما جاء في عصرها. السيدة حكيمة أيضا دافعت عن الإمام المهدي، السيدة حكيمة أخفت سر الإمام المهدي سلام الله عليه وعلى أبائه وأجداده. صلاح أو فساد مجتمع ما نبع من صلاح أو فساد، أحسنتي، بالنساء ذلك المجتمع. تحدثنا عن أدوار بعض من أدوار السيدة حكيمة إلى جانب أبيها الإمام محمد الجواد، وإلى جانب أخيها الإمام علي الهادي، لنسلط الضوء أكثر على الأدوار التي لعبتها. نبدأ مع الإمام الهادي سلام الله عليه. طبعا الإمام يعني إمام معصوم يدعو إلى العفة وتعليم البنات، ويدعو إلى أن تكون الفتيات في أعلى مستويات العلم كما أراد الإسلام. الإسلام المحمدي القرآني جاء للذكر كما الأنثى، وكما تعلم يفترض أن تتعلم يتعلم الرجال أيضا على النساء أن يتعلمن، وكان أفضل العلوم أن يتفقه الإنسان في دينه. فبدأت تربية السيدة حكيمة سلام الله عليها، أعدها الإمام الهادي عليه السلام إعدادا ولائيا نبويا قرآنيا لكي تكون هي المنارة، خلينا نعبر، هي المنارة التي يستدل على الطريق الخير من خلالها. هي أخذت العلم من الإمامة، فالعلم الذي ورثته من الإمام الهادي سلام الله عليه كان العلم القرآني المحمدي الذي أراده الأصيل، الذي أراده الله تبارك وتعالى أن يكون موجود في أي علوم. بدأت السيدة حكيمة سلام الله عليها بنعومة أظفارها بنت إمام، بنت ولي. انظري أيضا أم السيدة حكيمة سلام الله عليها لما كانت بتربية
السيدة حكيمة. لكي تكون السيدة حكيمة المعيار، هون يلتفت إلينا الأحباء الأعزاء، الأخوة إخواني الأعزاء من الرجال وأمهات الكريمات، لما بدك تختاري كنة لإلك لابنك، عروس لابنك، روحي شوفي الصفات التي تتمتع فيها إما وعيلتها، وبعدين قولي لي هذه جميلة، هذه متعلمة، هيدي عندها عيلة معهم مصاري. لأن الأم هي الأساس، الأم هي الأساس، وصفات الأم يأخذها البنات. أحسنتي سيبيا. فإذا بدي أختار كنة لإلي، بدي أختار من تكون نرضى دينا ونرضى خلقها كذلك عند الرجل. نعم. أنت حين انطلقي من القاعدة الأولى اختيار الزوج والزوجة، وهون بدي ضوي على نقطة كتير مهمة لصبايانا وفتياتنا الحبيبات وأمهاتنا الكريمات اللي عم يسمعونا بهذا اللقاء. اختيار الزوج لابد أن يكون مع تربية. اختيار الزوج لا يكون عن عبث، حبيته وحبني، لا. نعم الحب مطلوب لإكمال، يعني لأنه نحن بشر، بالتالي مودة الرحمة لهم بده يكون. القبول مطلوب، ولكن المعيار الأول يجب أن يكون الله تبارك وتعالى. لما يكون الله تبارك وتعالى هو المعيار، هو الأصل، نحن نستطيع من خلال كل هذا أن نكون نحن بطاعة الله تبارك وتعالى. ولما يكون معيارنا الله تبارك وتعالى، أنت كل الأمور عندك تتذلل، بصير حبك حب الله، عشقك لله. هذه الزوجة أنا عم بختارها لله تبارك وتعالى. ليه عم بختار الله؟ ليه عم قول الله؟ لأنه مشروعي مشروع الله تبارك وتعالى، مشروعي مشروع الولاية لله تبارك وتعالى. فإذا أنا بدي اختار الزوجة الطاهرة النقية التي تربي أبنائي على طاعة الله تبارك وتعالى. من هون نحن عم نروح لنقول أنه بدي اختار كل تلك الزوجة. شوفوا النبي الإمام الهادي سلام الله عليه لما نختار أم السيدة حكيمة، لأن لتكمل مشروع الولاية سيدة حكيمة بدها تكمل مشروع، تكون مع بيا، تكون مع إخواتها، تكون مع أبناء إخواتها. لأجل ذلك أنا عبرت بالبداية عنا السر المستودع للولاية، ليس فقط السر المستودع للولاية، بدي روح عند الولاية مع الإمام الحجة سلام الله عليه، كانت سر من أسرار الإمام، كان خليني أعبر سر الولاية الموجود عند الإمام الحسن العسكري. مين اللي خير خزانة لإله؟ سيدة حكيمة تخبي هذا السر، تحتوي هذا السر لتعرف عنه لهذا الإمام. وكان لها دور كبير في تزويج السيدة نرجس من الإمام العسكري. أحسنتي، وكانت المربية للسيدة نرجس سلام الله عليها لكيفية تربية الإمام وتعليمه على أحكام الدين، لأن السيدة نرجس نحن نعلم أنها لم تكن مسلمة، كانت رومية، ولكن الإسلام وحب الإمام الحسن عليه السلام كان في داخلها منذ الطفولة. الله تبارك وتعالى نعم ولد معه، ولد حب محمد وآل محمد مع السيدة نرجس سلام الله عليها. فإذا السيدة حكيمة كانت تربيتها كانت مع الإمام، ابنة إمام. اختيار الأم كان مهم جدا. لأجل ذلك إخواني الأعزاء اعرفوا من تختاروا، اختاروا المرأة التي تريد الله تبارك وتعالى لأنها ستربي أبنائكم. على سبيل المثال عندما اختار الإمام علي السيدة أم البنين، أحسنتي، أم البنين تنجب أولاد. نعم شجاعي. عذرا دكتورة، سوف نأخذ فصل صغير إن شاء الله. أعزائي المشاهدات والمشاهدين طبعا، فصل صغير ونعود إليكم. أعزائي المشاهدين، عزيزاتي المشاهدات، نرحب بكم مجددا في برنامجكم المرأة مسؤولية وتصدي. أهلا وسهلا بك دكتورة. أهلا بك عزيزتي مجددا. كما نعلم أن السيدة حكيمة عليها السلام كانت في عصر الإمام حسن العسكري والإمام المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وكانت إلى جانبهم. نعم. فما كان دورها إلى جانب أئمة زمانها؟
مرحبا مجددا بكم أيها الأحباء الأعزاء، ومجددا نرحب بك عزيزتي السيدة حكيمة سلام الله على عليها وعلى أبائها وأجدادها. كان لها الدور البارز مع الإمام العسكري بالتحديد، يعني كان لها دور مع الإمام الهادي سلام الله عليه، ولكن الدور الأبرز للسيدة حكيمة سلام الله عليها كان مع حضرة الإمام العسكري سلام الله عليه. الإمام الهادي أعد، نعم الإمام الهادي أعد السيدة حكيمة لكي تكون الدرع الحصين إذا صح التعبير مع الإمام العسكري. وتربية السيدة سمانة المغربية أم السيدة حكيمة سلام الله عليها كانت تعد إعدادا تربويا نبويا أخلاقيا أمميا، لأن السيدة حكيمة ستطل على العالم بأجمعه ولن تكون فقط لأهل العراق أو لأهل إيران أو كما بالأماكن التي كان فيها حضرة الإمام العسكري سلام الله عليه أو بمدينة عسكر. نحن نعلم أنه لقب الإمام العسكري يعود إلى مدينة عسكر، نعم، حيث المكان الذي كان فيه. فالإمام سلام الله عليه لأنه كان كثير الغياب عن منزله عن عائلته، كانت النائبة له. نعم كانت السيدة حكيمة سلام الله عليه بخليني أعبر كأنها هي السفارة المرجعية للإمام العسكري عليه السلام. وكانت السيدة حكيمة الدور الأبرز لها في غياب الإمام هو احتواء السيدة نرجس. وكانت سلام الله عليها السيدة حكيمة، ويقال طبعا أن اسمها فاطمة في بعض الروايات، كانت تقوم مقام الأخت والمربية والأم، وكانت تقوم مقام الأخ والأخت لسيدة نرجس سلام الله عليها. وكانت تحتوي هذا البيت الولائي لأنها تعلم بأن هذا البيت الولائي سيخرج الولاية. وهون السيدة حكيمة سلام الله عليها بعد ما بتعرف أنه السيدة نرجس ستنجب سر الله المكنون الإمام المهدي وخليفة الله الأعظم الإمام المهدي الإمام الموعود، كانت تربيتها للسيدة نرجس أنه مثل زوجات مثلا الأبناء الأئمة الآخرين، مثل أبناء الإمام، مثل مثلا أحسنت التربية، لأنه أيضا الإمام الهادي عليه السلام كان يوصي دائما بأن السيدة حكيمة عليها السلام تقوم بمقام المربية، يعني أعطاها هذه الولاية أنه أنت يا حكيمة عليك الدور الولائي والتكليف الشرعي، خلينا نعبر أنت تهتمي بهالعيلة. فالسيدة حكيمة سلام الله عليها لما أخذت هذا الدور وراحت، كانت الأدوار الكثيرة اللي كما يعبر عنها أنه كانت، وهون ينقل العلامة الكمي الشيخ الكمي حب أقرأ هذه العبارات، أنه يقول تمتاز بين بنات الإمام، يعني عن رعايتها للسيدة نرجس سلام الله عليها، أنه السيدة حكيمة عليها السلام تمتاز بين بنات الإمام الجواد عليه السلام بمناقب وفضائل أسند الإمام الهادي عليه السلام إليها. انظري الإمام الهادي شو أعطاها مهمة، أعطاها مهمة تعليم المكرمة نرجس. الإسلام عبر عن سيدة نرجس بالمكرمة، شوفي هذه العبارة. وأيضا هي والدة الإمام العصر سلام الله عليه، التفتوا ما هي الأمور التي ستعلمها للسيدة نرجس؟ معالم الدين وأحكام الشرع وتربيتها. أحسنتي، بالآداب الإلهية. فإذا النقطة الثانية بتابع العلامة القمي بيقول أنه أيضا كانت مهمتها للسيدة نرجس مع السيدة نرجس أنه بعد شهادة الإمام العسكري عليه السلام تسلمت منصب السفارة. كانت هذه سفارة مين؟ سفارة الإمام المهدي عليه السلام. فقامت مقامه، هيدا دليل إن دل على شيء إنما يدل على قيمة المرأة في الإسلام المحمدي القرآني. أعطاها أدوار كثيرة. وهيدا تحديات المرأة المعاصرة الآن، إنه أنت أيتها السيدة العظيمة بتحدياتك عندك مهمات كثيرة، ليست المهمات والله كما يعبرون إنه
انت ستذهبين الى فقط تكون دورك بالبيت، او الاسلام بده يخليك بالبيت. من قال انه الاسلام بده اياكي بس تكوني بقلب البيت؟ نعم الدور المهم بتربيه الابناء، بتربيه النشء، ولكن بمقابل هذا الامر يكون عندك ببيتك مهماتك، وخارج المنزل اذا كان الامر يعود بالولايه، الامر يعود لحمايه الدين المحمدي القراني، للدفاع عن الولايه، كما كانت السيده الزهراء عليها السلام تدافع عن الولايه، كما كانت السيده زينب سلام الله عليها تدافع عن الولايه. فاذا السيده حكيمه سلام الله عليها كما يعبر العلامه القمي بيقول انه وتسلم منصب السفارة لإمام زمانها الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وكانت توصل عرائد الناس إليه. كل الأمور كانت توصلهم السيدة حكيمة سلام الله عليه، كما كانت توصل أحسنتم سفارة بكل فخر واعتزاز. السيدة نرجس نعبر عنها كانت سفيرة الإمام، سفيرة الإمام الأولى، سفيرة الإمام الأولى السيدة حكيمة عليها السلام. وأيضا إذا بتروحوا تشوفوا كمان التوقعات كما يعبر العلامة القمي، كانت توصل التوقيعات الصادرة عن تلك الناحية المقدسة للناس إلى الناس، وهي تفتخر أيضا بقبالة صاحب العصر والزمان سلام الله عليه. يعني شرفها الإمام صاحب العصر والزمان بأن تتصدى لشؤون الولادة المباركة له. وهون كانت السيدة نرجس سلام الله عليها، لما السيدة حكيمة لما عرفت بولادة السيدة نرجس، الله تبارك وتعالى أول من يعني شاف الإمام كانت السيدة حكيمة. هيدا شرف عظيم قابلته بأن تقابل أحسنتي، وهي الراوية الوحيدة كما بدأت كلامك عزيزتي. فإذا دور المرأة، نحن دائما دائما نأخذ النماذج المباركة من تاريخنا المحمد القرآني الولائي مع أمتنا ونساء لنقتدي بهن. فإذا هذا الاقتداء كانت السفيرة وكانت الولاية وكانت تذهب برعاية شؤون الأسرة، برعاية شؤون المجتمع، كانت أيضا تتصدى للأمور الأسئلة والإجابات من الناس ومن المجتمع. لأجل ذلك السيدة حكيمة سلام الله عليها كانت الراوية الأولى بامتياز، وخلينا نعبر أيضا والمؤرخة. هون أنا بحب أعبر عن السيدة حكيمة سلام الله عليها أنها كانت المؤرخة الأولى لتاريخ الظهور المقدس. هي نقلت. نقلت لنا هذا التاريخ المقدس مع السفراء الأربعة اللي كانوا، ولكنها كانت السفيرة الأولى منذ اللحظة الأولى لولادة حضرة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وهذا يجب أن تتمثل به نساء عصرنا الآن. أنت أيتها السيدة العظيمة ببيتك، بأسرتك، بمجتمعك، بجامعتك، على الإعلام، وهون كمان لعزيزتي مريم، نحن كإعلاميات لنا دور كبير جدا أن نكون محافظات على منطق وعفة وكرامة هذا الإسلام المحمد القرآني بكل نساء. نعم، والالتزام بكل ما أتى به إسلامنا المحمد القرآني. تأكيدا على ما قلت به دكتورة، أن المرأة حتى كان عملها بس بالبيت هي لها أعمال كبيرة جدا ومهمة. نعم، تربية الأبناء، تربية حتى التعامل مع الزوج. خلينا نروح نشوف أيضا التعامل مع هذا الزوج. تأكيدا لأخوات العزيزات أنه مش بس المرأة أنه خارج البيت يقتصر دورها، بل هي كمان دورها الأهم والمهم أكثر هو دور البيت المنزل. فهي التي تنشئ مجتمع، فهي التي تؤسس لمجتمع صالح. صحيح، وإن بني هذا البنيان على خير ينطلق ليؤسس إلى الخارج، إلى المجتمع على خير، وإن بني هذا البناء على ضعف فإن هذا البناء سيتزعزع. لأجل ذلك دائما نقول ابحث عن الأم، وشوي بالتربية، بعلم التربية دايما بقول لهم حتى لطالباتي وطلابي بالجامعة، بقول لهم أنتم مرآة
أمهاتكم وأبهاتكم، مثل ما أنا كأستاذة جامعية أنا وزملائي أو أي أستاذ أي مثل ما نحن هلأ نحن نكون المنبر لأهل البيت عليهم السلام. إذا لم نقدم هذا الإسلام بروحية العالية رح يصير فينا مثل هؤلاء الذين يطمسون على حقائق أهل البيت عليهم السلام، ولكن ننقل بصدق ننقل. فإذا أنت المرآة، المرأة هي مرآة أبنائها كما الأستاذ والإعلامي مرآة القناة اللي تابع لها ومرآة هيدا البيت اللي طالع منه وهيدا الجامعة اللي طالع منه. خاصة المجتمعات الغربية والجمعيات لحقوق المرأة تطالب المرأة بالتخلي عن أهم دور لها، دور البيت والخروج إلى الميدان. بكل أسف بكل أسف هون أضعتي على نقطة حساسة جدا عزيزتي مريم. إن شاء الله يعني نخصص كمان ببرنامج المرأة مسؤولية وتصدي حول هذه النقطة. كثرت في الآونة الأخيرة بكل أسف مواضيع تتحدث عن تمكين المرأة وإفراغ المرأة من محتواها الأمومة وأنت خارج المنزل، وصارت يعني تخجل المرأة أن تقول أنه أنا ربة منزل. بكل أسف يعني هون على سبيل المثال أتت إلي إلى المركز إحدى السيدات لتقدم وظيفة، فنحن طبيعي بالسيفي أو بالتقديم الوظائف عند يعني عند شؤون الموظفين عم بتعبي الطلب تملأ الطلب، فعند مكان عملك أو ماذا تعملين؟ فقالت خجلت ما اشتغلت البنت، يعني الصبية المسؤولة شؤون الموظفين عندي لفت لها انتباهها هيدا الأمر فعم تتكلم معي. قالت لي دكتورة خجلت وقوطت راسها السيدة وقالت لي أنا ما بشتغل أنا بس بالبيت. قلت لها هيدا بعتي لي أنا بدي شوفها بدي شوفها شخصيا. المهم خلال المقابلة عندها يعني أنه ربة منزل يعني هي عيب. قلت لهم أنت افتخري أنك أنت ربة منزل، بل على العكس أنت تخرجي لهذا حسب المجتمع. المفاهيم الغربية التي برافو أحسنتي مريم، حسب المفاهيم مجتمعاتنا. برافو التي أتت من نعم. خارج معتقداتنا يقللون من قيمة يقللون من قيمة المرأة، وهو شو عم بيفرغوا الأنثى من محتواها الإنساني من الكينونة اللي الله تبارك وتعالى خلق لأجلها. أول نقطة أنت حتى لما ما تكوني أنت أم مش متزوجة، طيب ما أنت مداخلك أم دور والأم أنت, أنت أم أنت الله فطرك لتكوني هيدا المثال الحنون، أنت هيدا المثال لتكوني أنت أيضا أم، أنت تكوني يمكن أم أنت يعني هذه الصفات الجمالية اللي عند الله تبارك وتعالى نسبتها أعلى عندك من الرجل. وحدة منا هيدي الأم، هيدي ربة المنزل. افتخري سيدتي أنك أنت ربة منزل، لا تخجلي أبدا. يمكن البعض الأشخاص هلأ بمجتمعاتنا بيقول أنا بدي نقي عروس لابني بتشتغل، ليه؟ ليفخفخ ليشوف حاله تيقول لتساعده ماديا لتساعده يمكن ماديا، وطبعا أنا ضد هيدي الفكرة هون اعذروني أنه والله لتساعدني ماديا تعال رحلي شوف. نعم نتكامل نتعاون لبناء أسرتنا نتعاون لبناء بيتنا، ولكن مش الشيء المادي هو الرئيس. ليس شرطا أن أريد أن أتزوج من فتاة عاملة تعمل في يعني بأي عنوان من العناوين عملها بالميدان الاجتماعي قال تساعدني علمية أو تساعدني بقلب البيت. عفوا أنت ماخد زوجة أو عاملة أو موظفة أنت مين؟ نعم هون في نقطة مهمة جدا بعض الرجال ما عم يلتفت لها، أنه أنت تزوجت أو ذهبت للزواج من سيدة يعني هي أصلا عند بيت أهلها، تخرجت من الجامعة وبتشتغل، دخلت على بيتك الزوجة بتشتغل وأنت قبلت بذلك، هون فيك بالعقد الزواج تقول لها أنه والله بدنا نتساعد. وأصلا يا عزيزي هون لفتة مهمة، حتى لو الزوج لم يقل لزوجته بدك تساعديني هي تلقائيا هيدا بيتها هيدا حياتها معك هيدا لأنها بتحبك، هي رح تلقائيا لأنها بتحبك بتحب بيتها بتحب هيدا أنا دايما بقول لهم الكهف، البيت الزوجي هو الكهف هو القوقعة الصغيرة اللي أنتوا المحبوبين بتقعدوا فيها لتكونوا أنتوا مع بعضكم. شوفوا الإمام الهادي كيف مع السيدة سمانة ربوا أبنائهم لطلعت السيدة حكيمة، أنتوا نفس الشيء هول العصفورين الحلوين تكامل.
التكامل مع بعضكم، المودة الرحمة، المودة الرحمة. ونحن هلأ عم نسمع زقزقة العصافير، فأنتوا الزوج والزوجة هول العصفورين الحب الحلوين رح تجيبوا لنا على هيدا المجتمع أبناء حلوين، أبناء رائعين. الله موجود بتتكمل الأمور، لكن إذا بني البيت من دون أهداف، من دون أهداف فقط بتشتغل وبشتغل وبدنا نروح نتزوج، بنقع عند أول مطب. إذا تعبت وما بدها تكمل بالحياة بالعمل، أنا بدي إلا لا بدك تشتغلي أو بدي أجي أخذ لها مصرياتها، هون بنبلش نفوت بالمشاكل والقال والقيل، وما بقى حياة زوجية، ما بقى هيدي القوقعة الحلوة اللي نحن عم بيتصل قلبنا بقلب بعض. مثل ما عبر القرآن الكريم، نفس واحدة، أنتوا صرتوا من نفس واحدة، هون ما بقى أنتوا من نفس واحدة. إذا إجت الأمور والزواج عن مصلحة، كل شيء يبنى عن مصلحة سرعان ما يهدم. ليس فقط المؤسسة الزوجية، نعم في تبادل، في مشاركة حتى بأي عمل، ولكن عطاء أخذ، يعني أخذ وعطاء مثل ما بنعبر جيد، ولكن بس يكون المعيار الله تبارك وتعالى، هيدا القلب كل شيء بهون، هيدا القلب بصير لله. أنا عم بدفع هون حبا لله، وهون بدي ألفت انتباه الأزواج الأعزاء. أيها الأزواج والآباء الأعزاء، اخرج من بيتك وكل أنا حبا وكرامة لله تبارك وتعالى بدي أشتغل ولجيب الأموال لعائلتي ولولادي، قربة إلى الله. أنت أيتها السيدة عم تشتغلي ببيتك أو خارج بيتك حبا وكرامة لله، أنا عم بشتغل يعني النية، هون أنتري بارونتاز رح أقول شيء، هي النية، النية الأصل، نية لله تبارك وتعالى تسير كل الأمور، إنما الأعمال بالنيات، وأيضا أساس العمل خلوص النية. أود من قناتنا قناة الإمام الحسين عليه السلام وبرنامجنا هذا المرأة مسؤولية وتصدي أن أوجه كل الاحترام والتقدير وأطيب التحايا لكل أم وربت منزل في بيوتها. كم أنت عظيمة، كم لك دور مهم في الإسلام وفي نشر الدين الإسلامي، حتى كمان أنه الصفات من خلال التربية، وأنها عظيمة جدا وليس كما المجتمعات الغربية تقولنا بكل أسف. بكل أسف هون كمان أنا أوجه كل تحايا المودة والمحبة لكل أم عرفت أهدافها ببيتها الزوجي وربت أبنائها وبناتها. تحية لوالدتك طبعا التي أنجبت لنا هذه البنوتة الرائعة. عزيزتي شكرا جزيلا للسيدة العظيمة التي أنجبت لنا الآنسة مريم أيضا، حتى تكون أنموذج للفتاة المسلمة التي تحبها إن شاء الله مولاتنا سيدة حكيمة، وتكون أنت الإعلامية والمبلغة. قابلين على عيد الأم كمان كل تحية لكم، كل تحايا المودة لكل الأمهات، ولا ننسى أمهات الشهداء، أمهات الجرحى، أمهات والذين سلموا الأمانات لله تبارك وتعالى. شكرا لك يا دكتورة على معلوماتك القيمة، ولكن الشكر الوقت أيضا دهمنا كالعادة يداهمنا دائما، ونود الكثير الكثير، ونلقاك في حلقة جديدة بإذن الله تعالى. شكرا عزيزاتي المشاهدات وأعزائي المشاهدين على حسن إصغائكم ومتابعتكم، ونلقاكم في خير وعافية في حلقات جديدة.